ال 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 الفيديو ان هو ما يعترفلكش بضرب جزاء ويلغي لك هدف كان يكفي لتربعك منفردا او مشتركا على قمه الدوري، دي بدايه. ده النهارده كان في ضربه جزاء لم مش عارف اذا كان الاستوديوهات تحدثت عنها ولا لا، والاهلي مغلوب 2-0 ولم تحتسب. اللي انا عايز اقوله ارجو انها تكون جد، يعني الناس ذكرتها، ده الجول اللي كل الناس حتى الراجل الانجليزي قال لك انا مندهش ومستغرب ازاي يتلغي. وبعدين تطلع بعد كده ان في تسريبات فار بيقول له كبر دي كبر دي عشان يبان السنده. ما طب هنعمل ايه؟ هل ده اشترك؟ هل ده نط؟ هل ده زميله رفع رجله في وش يعني لو اللاعب ده مش موجود والكره ما دخلتش جون في ضربه جزاء بوز الجزمه في وش اللعيب اللي لعب الكوره زميله الثاني المدافع. فانت عايز تقودنا لايه؟ انك تعتم على القضيه الاهم بقضيه اخرى مهمه بس فيها جدل. اللي انا عايز اقوله يا استاذ ابراهيم ان ما نذكره الان